حياكم الله مشاهدينا الأكارم، أنتم على موعد الآن مع الحصاد الأسبوعي لوزارة الدفاع. معكم حنين الحسناوي وإلى بداية حصادنا. وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي يتفقد جاهزية القوات المسلحة ويأمر بتوفير المدافئ في قواطع المنام وتوفير التجهيزات الخاصة بالقيافة الشتوية. حضر رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاص الركن عبد الأمير رشيد يار الله ورئيس هيئة التصنيع الحربي تجارب تنفيذ رمي المدافع محلية الصنع بالذخيرة الحية في قاطع عمليات الأنبوب. زار نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق أول الركن الدكتور قيس خلف المحمداوي كربلاء المقدسة، حيث ترأس فيها اجتماعا موسعا بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لهذا العام. تفقد السيد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي مقر فرقة المشاة الآلية 25 في معسكر طارق، وتأتي هذه الزيارة للإشراف على تعيين الأماكن الخاصة لإسكان التشكيلات والوحدات والآمريات ضمن الفرقة. التقى مدير مديرية الدروع بقائد بعثة حلف الناتو في العراق، وذلك ضمن فعاليات مدرسة الدروع في آمرية معسكر بسماية للتدريب التعبوي. وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك على مستوى التدريب لتطوير قدرات الجيش العراقي. احتفلت مدرسة ضباط الصف النموذجية بتخرج دورتي ضباط الصف المهذبين الأساسية 19 ودورة القيادة المشتركة لضباط الصف الانتقائية 5. نفذ اللواء المشاة 39 في الفرقة المشاة 10 والقطعات الملحقة به تمرين الرد الحاسم في الهجوم المدبر بعد إكمال فترة التدريب، وأظهر التمرين الاندفاع العالي والروح المعنوية العالية لمقاتلي اللواء في أداء الواجبات الموكلة إليه. شهدت مديرية نظم المعلومات تطوراً ملحوظاً نحو تفعيل موضوع الحوكمة الألكترونية لوزارة الدفاع، لا سيما بربط دائرة التقاعد العسكري والمديرية العامة لشؤون المحاربين بالنظام الألكتروني، وذلك خدمة للمؤسسة العسكرية ومواكبة التطور الألكتروني. الاستخبارات والأمن تطيح بشبكة تقوم بالتلاعب بأسعار صرف الدولار في بغداد وتحديداً منطقة الكرادة. أشرفت فرقة المشاة 15 والمتمثلة بالمقر المسيطر لقاطع لواء المشاة 73 على عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وذلك بعد إكمال عملية تدقيق بياناتهم الأمنية وبالتعاون مع الوكالات الأمنية ودائرة الهجرة والمهجرين لفرع نينوى. طائرات القوة الجوية تواصل نقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة. جاءكم حصادنا من مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي. لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في رعاية الله وحفظه.